نعمل معا من أجل عراق آمن، بهذا الشعار انطلق المؤتمر التنسيقي الثاني في بغداد، وبحضور عدد من الباحثين والمختصين في المجال الكيميائي والنووي، وبمشاركة الخارجية الأمريكية وسفارة التشيكية وشركات القطاع الخاص الألمانية. المؤتمر له عدة أهداف، منها أن تكون هناك منتدى علمي يعنى بالمواد الخطرة. المواد الخطرة كما تعلمون منتشرة في كل بقاع العالم، وفي العراق لابد أن تكون هناك رؤية خاصة من الجهات المعنية. جامعة بابل أخذت على عاتقها أن تدق الأجراس لخطورة هذه المواد بالاستفادة من عدة بحوث ومؤشرات علمية ممكن أن تكون وتشكل رؤية للحد من هذه الخطورة. عملية تسريب هذه المواد ووجودها في أيادي غير أمينة، كما هو التهديد اللي يصير علينا من داعش أو القوى الإرهابية الأخرى، يعني يحملنا مسؤولية أن نضع سياسة وطنية في عملية إدارة هذه المواد وتداولها والحفاظ عليها، لأن مجرد تسربها معناها خطورة على البشر، خطورة على البيئة. معنا الاتحاد الأوروبي، معنا بعض الدول الصديقة، معنا بعض الجامعات الأجنبية في هذا المضمار. 35 مصابا بين صفوف الضباط والمراتب في أحد قواطع عمليات الموصل، بعد أن استخدم داعش غاز الخردل والكلور أثناء المواجهات مع قوات البيشمركة، مما دعا الحكومة إلى القيام بإجراءات من شأنها أن تقلل مخاطر احتمالية قيام تنظيم داعش الإرهابي بإساءة استخدام المواد الكيميائية مرة أخرى. احنا صار عندنا تعرض بالقاطع السادس إلى غازات كيميائية سامة من قبل تنظيم الإرهابي داعش، وبعد ما تحققنا من الأمر بإرسال طلبنا من وزارة الدفاع العراقي الحكومة الاتحادية بإرسال فريق خاص للكشف. بعد ما وصلنا الفريق رحت أنا وياهم إلى قاطع المحور السادس، تبين بأنهم مصابين بغاز الخردل. بعد ما أجروا الفحوصات هذا التقرير طبعا وصل إلى جانب الصديق، جانب الصديق كذلك أيضا دز فريق للكشف وتبين بأنهم مصابين بغاز الخردل. المصابين عندنا 35 شخص من الضباط والمراتب، وتم ارسال قسم من عندهم الى خارج العراق لغرض المعالجه. بحوث ورسائل عده طرحها المؤتمرون جميعها تهدف الى نشر ثقافه السلامه الصحيه وكيفيه منع حصول الارهابيين على المواد الكيميائيه والحفاظ على الامن الوطني والاقليمي وحتى الدولي من مخاطر الاسلحه البيولوجيه والكيميائيه والنوويه.